السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الرئاسة الموريتانية تصدر مرسوما يقضي بإقالة وزير الصحة كان بوبكر وتكليف وزير التجهيز والنقل بمهامه. حكومة الموريتانية تصادق على مشروع مرسوم يحدد الطرق القانونية لنقل صلاحيات وموارد الدولة إلى المجالس الجهوية. موريتانيا تعلن الحداد 3 أيام على رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إثر وعكة صحية تعرض لها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أصدرت الرئاسة الموريتانية صباح اليوم الجمعة مرسوما يقضي بإقالة وزير الصحة كان بوبكر وتكليف وزير التجهيز والنقل سلم السيد مختار والحبيب بمهامه. دشن الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز صباح اليوم الجمعة في مركز الاستطباب الوطني بمقاطعة تفرغزينة وحدة جديدة للفحص بالرنين المغناطيسي، يتوخى من خلالها أن يتم التغلب على النقص الذي كان مسجلا لدى المركز في هذا المجال. كما دشن الرئيس كذلك اليوم الجمعة في المركز الوطني للأنكولوجيا في نواكشوط ثاني جهاز مسرع للعلاج الإشعاعي. صدقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الخميس على مشروع مرسوم يحدد الطرق القانونية والعملية لنقل صلاحيات وموارد الدولة إلى المجالس الجهوية. قال وزير الداخلية واللامركزية أحمد عبد الله إن مشروع المرسوم الذي يأتي تطبيقا للقانون المنشئ للجهة الصادر عام 2018 يتضمن 5 فصول. إذن هذا مشروع المرسوم يأتي تطبيقا القانون المنشئ للجهة، قانون 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة. ونص على 5 فصول. الفصل الأول يتعلق بنقل الصلاحيات، وفصل ثاني يتعلق بالموارد المالية المصاحبة للصلاحيات، اللي صلاحيات إن تحول إن ما يحول أهل موارد المالية وثم نقص، وثم الأملاك اللي قالوا الملك العام والملك الخاص للجهة، والموارد البشرية مصادر البشرية إن كانت فم حاجة تطلب لها من عند الدولة. وبند خامس يتعلق ب مقررات إن دعت الضرورة إن دعت الحاجة للتطبيق الفعلي لهذا المرسوم الجديد. أعلنت الرئاسة الموريتانية بموجب مرسوم صادر عنها الحداد 3 أيام على رحيل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. كان الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز قد عزى في برقية صادرة عنه في رحيل السبسي. هذا وقد أعلن الخميس عن وفاة الباجي قائد السبسي إثر وعكة صحية طارئة. وقد أدى رئيس مجلس النواب محمد الناصر اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد. نتابع. بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس. أعلن في تونس عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي بعد حياة حافلة بالنشاط والخدمة. وفاة الرئيس السبسي تأتي في ظرف سياسي خاص تعيشه تونس قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام الجاري، وسط جدل قانوني ودستوري بشأن ترتيبات ما بعد الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية. وقد أدى محمد الناصر رئيس مجلس النواب اليمين الدستورية رئيسا لتونس خلفا للباجي قايد السبسي، كما ينص على ذلك الفصل 84 من الدستور التونسي، وذلك لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما. وتتزامن وفاة السبسي مع الاحتفالات بذكرى مرور 62 عاما على الإعلان عن جمهورية تونسية وإلغاء النظام الملكي سنة 1957. وكان الرئيس الراحل أول رئيس منتخب لتونس بعد سقوط نظام بن علي في العام 2014، وذلك إثر فوزه في الدورة الثانية للرئاسيات أمام منافسه محمد المنصف المرزوقي.
ومنذ 22 يوليو فتحت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس الباب أمام قبول الترشيحات للانتخابات التشريعية التي ستغلق يوم 29 من الشهر الجاري، لكن دخول البلاد في المسار الانتخابي رافقه جدل كبير بشأن ما إذا كانت هيئة الانتخابات ستعتمد التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون الانتخابي أم لا، ولا سيما بعد رفض السبسي الختم على هذه التعديلات. ويخشى مراقبون من تأثير وفاة السبسي على استقرار تونس وعلى رزنامة الانتخابات في تونس التي كانت مقررة سلفا. ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في تونس في 6 أكتوبر المقبل، كما ستجري انتخابات الرئاسة في 10 نوفمبر المقبل. هذا ويعتبر الباجي قائد السبسي المعلن عن وفاته الخميس بالمستشفى العسكري في العاصمة تونس عن 92 سنة، رابع رئيس للبلاد وقد تولى الرئاسة التونسية عام 2014. رحم الله الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي. إلى شأن المفاصل، حيث صادق مجلس الوزراء خلال اجتماع الخميس على مشروع مرسوم حول تحديد طرق وإجراءات الجدول الزمني للميزانية وبيان حول الوضعية الاقتصادية لتنفيذ الميزانية خلال الأشهر 6 الأولى من العام 2019. وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار لجاي إن الهدف من مشروع المرسوم هو إدخال شفافية في المنظومة المالية واعتماد أكثر الطرق نجاعة لتسيير المالية العامة على مستوى البرمجة والتنفيذ. الهدف من هذا القانون العضوي طبعا هو إدخال شفافية في منظومتنا المالية واعتماد أنسب وأكثر الطرق نجاعة لتسيير المالية العامة بجوانبها كلها، بالبرمجة، بالتنفيذ، على تنفيذ طبعا برمجة وتنفيذ النفقات وبرمجة وتنفيذ الموارد. وقد أدخل القانون العضوي هذا إصلاحات كبيرة على الطريقة التي تبرمج بها ميزانية الدولة كل سنة. وكان من المتوقع أن تصدر المراسيم التنفيذية للقانون العضوي هذا، فتخاض مرسومين، وهذا هو المرسوم الثالث في هذا الإطار اللي حدد وثائق الميزانية اللي تعد تخاض وجدولتها الزمنية. ومن أهم الأمور التي ستستحدث على الطريقة التي تعدل بها الميزانية ورك، أعلن أصبح قرار القانون العضوي أن تعود فمذا اللي ينقال له تخطيط الميزانوي، وثيقة ميزانوية تعدل التخطيط والبرمجة لمدة السنوات. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدنا علي محمد خونة إن ملف العمال غير الدائمين تم تسويته، إنما تبقى هو فقط إجراء إداري يتعلق بحصر أسماء المعنيين وهو قيد الإعداد وينتظر أن ينتهي في وقت قريب. وأضاف محمد خونة أن الإجراء لا يترتب عليه أي شيء سواء على مستوى الرواتب أو على مستوى الحقوق. خالق إذا الملف يا الله تفهموا على انه فهم ملف بي ان بي وفو خارج اجراء اداري هو مقرر لاهي ينحصر فيه اسماء المعنيين، وهذا المقرر اللي هو مبارك معاه ولاهي يوفى عن قريب فعلا على انه ما فاتوفى به اللي ياسر من معلوماتهم ما كانت موجودة ولا بد من تكمل، وسعى اللي وكملت لاهي
يعدل ذاك المقرر، يغير ما مترتب عليه شيء يسوى هو شنو من قد الاخلاص، ولا مترتب عليه شيء من قد الحقوق اللي عندهم الحقوق جابرينه وخلاصهم جابرينه، ولا عندهم اي مشكله يسوى هي شنو. اختتمت في العاصمة نواكشوط ورشة تفكير حول تعليم الأطفال المعاقين منظمة بتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. وانتقد المشاركون في هذه الورشة عدم تبني وزارة التهذيب الوطني لتعليم الأطفال المعاقين وإحالة ملفهم لوزارة الشؤون الاجتماعية، ودعوا إلى تكوين كوادر متخصصة في تكوين المكفوفين والصم وأصحاب الإعاقة الذهنية. ناقشنا خلال 3 أيام في هذه الورشة كل المواضيع التي لها صلة بتعليم الأشخاص أو الأطفال ذوي الإعاقة، ذلك أن هذه المشكلة، مشكلة تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، تعتبر من أكبر المشاكل، لا سيما إذا ما علمتم أن وزارة التهذيب الوطني وللأسف حتى الآن لم تتبنى تعليم الأطفال ذوي الإعاقة وتوكله إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. هذه المشكلة صراحة تعتبر من أكبر المشاكل، إذ يجب على وزارة التهذيب أن تعلم أن الأطفال ذوي الإعاقة هم أطفال موريتانيون، يجب عليها أن تعلمهم أو تهذبهم كما تفعل مع غيرهم من الأطفال الآخرين. ناقشنا مواضيع لها صلة بالتعليم كإنشاء مثلا تكوين عفوا كوادر متخصصة في تعليم الأشخاص المكفوفين والصم وكذلك أصحاب الإعاقة الذهنية. ناقشنا أيضا جميع الأمور التي من شأنها أن تسهل هذه العملية، من إيجاد وتوفير الأدوات المساعدة ووسائل الإيضاح إلى غير ذلك من المعدات التربوية. قدمت الجزائر صهريج مياه وسيارة إسعاف هدية لبلدية وذيب، وأشاد عمدة البلدية القاسم البلال بهذه الهدية، مشيدا في تصريح أدلى به على هامش تسلمها بعلاقات التعاون الثنائي بين موريتانيا والجزائر. وعبر البلال عن أمله في أن يتعزز التعاون بين بلدية وذيب ونظيرتها بالجزائر ليشمل مجالات أخرى مختلفة. يعني تعرفوا على المستشفيات الكبرى في نواكشوط والمرضى ينتقلوا من واديبو، وهذا الصريج لنقل المياه للشرب للأحياء اللي فيها نقص لوصول المياه. كل الشكر لكم الحكومة الجزائرية وللشعب الجزائري، والشكر لكم صفة خاصة، ونأكد أمام الجميع عن من يوم عاد عندي اتصال بكم شفت الجهود الجبارة اللي تقوموا بها من أجل تطور العلاقات بين الجزائر وموريتانيا، وتطورت في عهدكم، وراجين إن شاء الله الخير للجزائر والموريتاني والأمن والاستقرار وأكثر من التعاون، وأكثر من التعاون مع بلدية وادي بوصيفة مباشرة، وحاسب عليكم بالكثير مستقبلاً سعادة السفير وسعادة القنصل. من جانب آخر، قال السفير الجزائري لدى موريتانيا نور الدين خندودي إن التنسيق سيجري من أجل خلق إطار تعاون بين بلدية وادب ونظيرتها في الجزائر ليشمل مختلف المجالات. وفيه بعض المعدات الحمد لله، يعني اتصل بي السيد العمدة، يعني والحمد لله الجزائري والسلطات الجزائرية بمجرد ما اتصلت بهم شرحت لهم الوضع، قال يعني فيه نقص في توزيع المياه بعض الأحياء، وفيه نقص كذلك في التكفل بنقل المرضى، والحمد لله هذا إن شاء الله نعتبره أول خطوة، ونزيد من بعد إن شاء الله راح تكون بين بلدية نواديبو ونشوفوا بلدية يعني موازية وهران ولا، ونعملوا يعني نأطروا للتعاون المركزي ونوسعوا إن شاء الله. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها. الرئاسة الموريتانية تصدر مرسوما يقضي بإقالة وزير الصحة كان مبكر وتكليف وزير التجهيز والنقل بمهامه. الحكومة
الحكومة الموريتانية تصادق على مشروع مرسوم يحدد الطرق القانونية لنقل صلاحيات وموارد الدولة إلى المجالس الجهوية. موريتانيا تعلن الحداد 3 أيام على رحيل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إثر وعكة صحية تعرض لها. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الله يرى على الشاشة. الثالثة موجز إخباري، دمتم في أمان الله.